الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واللي طبعا اتكلمنا عنه امبارح، واللي كان في زيارة رسمية هي الأولى لماكرون منذ انتخابه رئيسا لفرنسا. الإعلام المصري طبعا احتفل بالزيارة واستقبله ماكرون استقبال الفاتحين، لكن ماكرون ضربهم على قفاهم وقرر يفضح السيسي في عقر داره. خلينا كده نشوف ماكرون قال ايه في تصريحات صحفية امبارح اثناء وجوده في القاهرة واثناء احتفال الإعلام المصري بيه في القاهرة، اثناء كمان استقبال السيسي ليه. ماكرون قال ان حقوق الانسان في مصر اسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة يناير في 2012. قال كمان اعتقد ان المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية اشد صرامة منها في عهد مبارك. ماكرون اضاف لا يمكنني ان افهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد فقد تذوق طعم الحرية وكان في لب انتفاضات الربيع العربي. طبعا الكلام موجه لعبد الفتاح السيسي. أخيرا ماكرون في اللقاء أو في الحوار الصحفي بيقول أعتقد أن ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها، مؤكدا أنه سيتحدث مع عبد الفتاح السيسي بصراحة أكثر ويذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة. ماكرون اللي ما رعاش عيش وملح ولا عشرة زي ما بيقولوا المصريين قلب الترابيزة مش على عبد الفتاح السيسي، ده قلبها في وش عبد الفتاح السيسي في الوقت اللي بيحتفلوا بزيارة ماكرون الرئيس الفرنسي. يطلع ماكرون يقول ان مصر بتعيش أسوأ حالات او أسوأ الاوقات في حقوق الانسان، بل انها أسوأ من الفترات اللي عاشها الشعب المصري في ظل المخلوع مبارك واللي قامت عليه ثورة يناير. بيقول كمان انا مش متخيل ازاي عبد الفتاح السيسي بيتظاهر قدام العالم كله بالاستقرار في الوقت اللي العالم كله شايف قد ايه مصر بتعاني من حقوق الانسان، بتعاني من الارهاب الداخلي والخارجي، بتعاني من ارهاب المواطن، بتعاني من ارهاب الدولة، بتعاني من مشكلات اقتصادية في ومشكلات في جميع المناحي او في جميع النواحي في الحياة العامة. خلينا كده نشوف كيف استقبل المصريين او كيف علق المصريين على تصريحات ماكرون. الدكتور بيقول او الدكتور نشمة الرويلي بيقول ماكرون يقول حقوق الانسان اسوأ من عهد مبارك في مصر، ونقول له وللعالم ان انقلاب السيسي انقلاب عبد الفتاح السيسي ارجع مصر الكنانة 70 سنة للوراء، وكاتب ارفع راسك فوق انت مصري وهاشتاج ارحل يا سيسي. تدوينة كمان تحت نفس الموضوع من فيسبوك عمرو سميل بيقول وجايب صورة طبعا لعبد الفتاح السيسي الى جوار ماكرون بيقول له يا ابني ما هو رد عليك في فرنسا وقال لك احنا ما عندناش تعليم ولا شغل ولا صحة ولا اقتصاد، ما عندناش اي حاجة من دول في مصر، انت مركز ليه بقى في موضوع حبوب الانسان او حموم الانسان ده؟ خليك فريش كده، سيبك من الهجس ده، اخبار طيارات الرفال اللي بعتها له عشان يضرب بيها المصريين في سيناء ويبلطج بيها على ليبيا ايه؟ رغم ان ماكرون قال كلام صحيح والمصريين كلهم عارفين انه بيتكلم بجد وبواقع ان فعلا حقوق الانسان في مصر بتشهد اسوأ فتراتها، الا ان المصريين كمان عارفين ان ماكرون بيتعامل ايضا بفظاظه وبيتعامل بعنف مع المتظاهرين في فرنسا، المصريين كمان عارفين ان ماكرون هو اللي باع الرفال لعبد الفتاح السيسي عشان يضرب بيهم او يبلطج بيهم على المصريين بره وجوه، عارفين كمان ان ماكرون لما زاروا عبد الفتاح السيسي السنه اللي فاتت او من سنتين قال بلسانه انا مش هتكلم عن ملف حقوق الانسان في مصر لانه لا يعنيني. تدوينه كمان من مصطفى الشيخ بيقول اعلامنا العره بيزيط من امبارح عشان الزياره دي، في الاخر يبقى ده رد الجميل للتعريض. تخيل احمد موسى خلال حلقتين اربع ساعات امبارح واول امبارح بيتكلم عن ماكرون وان احنا لازم نقف جنب فرنسا وغيره عمرو اديب والاعلام المصري وبهليل عبد الفتاح السيسي كانوا بيطبلوا للزياره دي، وفي الاخر ماكرون طلع لهم لسانه وضربهم على قفاه، لا راعى عشره ولا راعى صحوبيه. كان ناقص يقولوا له يا اخي ده انتوا قاتلين شاربين نصبين ظالمين سارقين مع بعض، زي تقول كده على السفاح عبد الفتاح السيسي. تدوينه كمان باخدها من توبة بتقول قولي إيه إياك أن تنتقد أو قولي إياك أن تنتقد أحد من حكام العرب
سيبعثون لك من ينقلب عليك اليوم السترات الصفراء وغدا التنانير الحمراء. أعتقد هي بتكلم أو بتلمح على الإمارات واللي أصبحت مشاركة بشكل كبير جدا أو بشكل رئيسي في معظم الانقلابات أو في معظم الحاجات اللي بتقوم على الديمقراطية في العالم كله، في مصر، في سوريا، في حتى في تركيا. الإمارات كان لها يد في الانقلاب العسكري اللي حصل في تركيا. آخر تدوينة أو آخر تعليق من حسن بيقول: ماكرون من القاهرة، حقوق الإنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك. بيقول كمان: صدق الغرب وهو كذوب حينما تكلمت ناشطة غربية عن السيسي أول أمس عن حقوق المصريين، قيل لها لا تشهري في السيسي فذاك يضر إسرائيل. ها هو أو هذا هو الغرب، إسرائيل أولا في كل قضاياها. أعتقد ماكرون لا يهمه حقوق الإنسان في مصر ولا يهمه المصريين، أهم حاجة عنده مصلحته. أعتقد الزيارة كلها زي ما قلنا امبارح ربما يكون جاي يتعلم من عبد الفتاح السيسي هو إزاي بيقمع وبيقتل المصريين، أو يمكن جاي يطلع بسبوبة من عبد الفتاح السيسي ويبيع شوية أسلحة من المصديين اللي عنده.